يا مساء الخيرات على كل حضراتكم السادات والسادة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في العالم. يوم جديد وحلقة جديدة وطاقة نور جديدة، ولسه مستمرين مع حضراتكم في رحلة علاج أطفال الشلل الدماغي مع جمعية واحد نور الحياة. وطبعا اللي لازم نقول ان هم بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل مجهوداتهم وبفضل عطاء وكرم اهل الخير في كل المحافظات المصريه كانت سبب في شفاء الكثير من الاطفال. زي ما كان معانا قبل كده البطل اياد وقبل منه كان معانا البطل سمير، النهارده هنعيش قصه جديده تماما. معانا ام عظيمه لطفل عظيمه بالمعنى الحرفي للكلمه، رغم ظروفها كانت قدوه في علاج طفلتها. معانا النهارده ومنورانا ام ملك، مساء الخير على حضرتك، اهلا بيكي. وطبعا ملك الجميله موجوده معانا عشان الكلام مش هيحلو غير وهي موجوده معانا، وايضا معانا الاستاذه امينه الاخصائيه المسؤوله عن الدعم النفسي، ودي نقطه في منتهى الاهميه. ولو تسمحي لي حضرتك لازم نبتدي بيها الحقيقه. اولا سعداء جدا ومتشرفين بوجودكم معانا، نورتوا البرنامج، اهلا بيكي. استاذه امينه خليني ابتدي مع حضرتك، لان الدعم النفسي انتوا قدامكم يعني مجموعه كبيره من التحديات الحقيقه. يمكن على رأس هذه التحديات فكرة الدعم النفسي اللي انتوا بتقدموه للأطفال وللآباء والأمهات، فنعرف منك الملف ده بتتعاملوا معاه ازاي؟ الله، احنا اول حاجة ما بتجيلنا الام اول حاجة بنخليها او بنتعامل معها لانها توعى انها مميزة. ان اي ام، اي ست في الدنيا ممكن تكون ام، بس مش اي ست ممكن تكون ام لطفل ذوي احتياجات. طفل ليه قدرات خاصه وليه احتياجات خاصه، فبنخليها توعى كويس قوي للحته دي، وبنخليها تبدا تفهم ان دي مش وصمه انها عندها طفل ليه قدرات خاصه، لا، ده ربنا اصطفاها وميزها بده وجعلها هي هبه للطفل ده لانها ليها قدرات مميزه، قدرات خاصه. بيني وبينك يعني الحقيقه الاولى بالكلمتين دول مش الام قد ما المجتمع ذات نفسه، لان النظره المجتمعيه لفئات محترمه جدا موجوده عندنا في المجتمع برضو محتاجه تتظبط. اكيد الوضع دلوقتي حضرتك اكيد ادرى مني، بس اكيد برضو لم ينتهي بعد هذا الموضوع وهذه النظره. بالتاكيد طبعا، بس هي مجرد بتبقى عندها وعي لده، بتبدا تسمع كلام مختلف غير اللي هي بتسمعه بره، بتبدا تلاقي الام فردت ظهرها وبدات، بدل ما هي داخله حاسه انها انا لا انا في حاجه غلط، مكسورة. انا مكسوره، الناس بتقول شوف انت عملتي ايه عشان كده، فانت ربنا اداكي طفل ليه قدرات خاصه، لا، بتبدا تفرد ظهرها وتبدا تبقى فخوره انها ام للطفل ده، وتبدا تبص ان انا ربنا اختارني عشان اكون هبه للطفل ده، علشان انا في قدرات عندي مش موجوده عند اي ست. جميل، وده الموضوع اللي انتوا بتحاولوا توصلوه او الاحساس اللي بتحاولي دايما توصليه لكل ام. دي اول حاجه. تمام. تاني حاجة لما بتيجي عندنا بتبدأ تشوف انها مش انا الام الوحيدة، ده انا في كذا ام موجودة معايا، ففي كذا حد بيشاركني نفس المشكلة ونفس المشاعر. كمان ببدأ اشوف ان في اطفال اعلى من طفلي، وفي اطفال اقل، وفي اطفال مشيت في العلاج ووصلت لمرحله كويسه. فده بيخليني انا عندي دافع وعندي القدره، وبيديني الطاقه ان انا اشيل ابني او بنتي واجي جلساتي واجري هنا واجري هنا واشوف هنا واشوف هنا واسمع اكتر. الحاجه الثالثه ان احنا بنعلمها انها تهتم بنفسها، تسمع صوت احتياجاتها، تسمع صوت جسمها، تسمع صوت مشاعرها. تهتم، اول حاجه بتتعلمها انها تهتم بيها بنفسها انها تلتزم او بتيجي الجلسه بتاعتها بتاعت الدعم النفسي، ده اول وقت بتتعلم تخصصه لنفسها. الجلسه بتاعتها انها جايه، انا جايه عشان نفسي، جايه عشان عندي مشاعر وعندي كلام عايزه اقوله، عندي مشاكل محتاجه حد يشاركني فيها. فده كل ده بتبدا تتعلم بيه الام انها انا حد مميز وحد لازم ان انا اهتم بنفسي ولازم يكون عندي هدف بسعى لتحقيقه. هل الكلام ده حصل مع حضرتك بحذافيره يا ام ملك؟ طبعا. الفضل يرجع للاستاذه امينه. لسه كنت داخله فعلا الاول وانت عندك نفس المشاعر الانهزاميه والوضع اتغير بعد كده؟ اكيد طبعا، الدعم النفسي بالنسبه للام بيفرق كتير جدا. احنا لما بنقابل الناس بره، بلاش تيجي جنب الطفل دوت، لا لا ده تعبان، ما الحاجه دي بتضايقنا احنا. اكيد. فاحنا طبعا. احنا بقى طب مين اللي يرفع من روحنا المعنويه؟ طبعا. كان الاساتذه معانا في الجمعيه واحد نور الحياه هم اللي بيدعمونا نفسيا،
وكانوا بيقولوا انتم مميزين عن اي حد. يعني حتى احنا لما كنا بنروحوا فعلا كنا بنروحوا فعلا متضايقين ان ازاي ان احنا ايه ربنا بعت لنا طفل مريض وكده هو لا ده احنا احسن من غيرنا الحمد لله يعني. والفضل يرجع لنور الحياه والاساتذه والله بجد. انت رحلتك معاهم انت ومالك امتدت لقد ايه؟ بقالنا 9 سنين. 9 سنين ده رحله أوه. مشوار أوه. مبسوطه بقى يا ملك؟ بتنبسطي لما بتروحي الجمعيه هناك؟ ايه بيعملوا معاكي ايه بقى احكي لنا كده. يعني مثلا من ساعة ما انا دخلت نور الحياة وبقيت اعرف امشي. قبل ما اخش نور الحياة ما كنتش بعرف امشي. بشكر نور الحياة. طب حلو حلو يعني الحمد لله بتتحسني هو كمان كل يوم لسه مستمرة على العلاج الطبيعي لحد دلوقتي لسه ماشيين فيه وبتاخد تنمية مهارات برضو لسه يعني احنا برضو مش موقفناش لسه لحد دلوقتي. أكيد. خلينا نقف عند النقطة دي ونرجع نستكملها بس استأذنكم نشوف بس التقرير ده ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. نرجع بقى نكمل كلامنا وكنا بنتكلم في ان الرحله طويله. حضرتك قلتي ان الرحله امتدت 9 سنوات وما زالت مستمره. الحمد لله. كنت بتلاحظي باستمرار ان في تقدم ان في تحسن في طبعا. الحاله؟ ملك دخلت الجمعيه اصلا وهي ما كانتش بتتحرك يعني الجزء اليمين كله ما كانش بيتحرك. مع العلاج الطبيعي ابتدينا بالعلاج الطبيعي الحمد لله. هي كان الدكاتره بيقولوا لي ان هي ما فيش امل للعلاج الطبيعي ولا في امل ان هي تعيش اصلا. بس بفضل ربنا طبعا بفضل نور الحياه الحمد لله بنتي مشيت وبتتكلم ودخلت مدرسه كمان وزي الفل بسم الله ما شاء الله. يعني الحمد لله ما شاء الله ربنا يفرحك بيها يا رب. لا وغير كده وكده يعني هي واخبار التحصيل في المدرسه ايه بالمناسبه؟ لا هي شغاله حلوه الحمد لله. دخلت المدرسه عادي وزيها زي اي طفل عادي وبتتعامل مع الناس عادي. هو كان الفكره بس في البدايه يعني في اول سنه فعلا قابلنا حبه مشاكل. انت بتمشي ليه كده يا ملك؟ انت ايدك مش بتتحرك ليه؟ مع العلاج الطبيعي الحمد لله اتحسنت كتير كتير جدا يعني كبير. حاجه ما كناش متوقعينها مع العلاج الطبيعي بجد والله يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يخليك ما شاء الله حاجه جميله. يعني انت مبسوطه في المدرسه بقى كمان يا ملك وزي ما انت مبسوطه كده في الجامعيه؟ بتعملي ايه بقى لما بتروحي المدرسه؟ احكي لنا كده يومك في المدرسه عامل ازاي؟ بقعد مع اصحابي وابدا العب انا وهم صحابي بنقعدوا ونتكلموا مع بعض. يا سلام. وشاطره بقى ولا مش شاطره؟ شاطره فعلا. برافو عليك برافو عليك بسم الله ما شاء الله. يعني حاجة تفرح لما الواحد فعلا بيشوف ان في تحسن ملحوظ وملموس بيطرأ على الحالات اللي انتم متولينها في الجمعية. فربنا يبارك لكم الحقيقة يعني. بس اكيد الكلام ده ما بيجيش من فراغ، فيه مجهودات جبارة بتحصل. طبعا طبعا يعني الجمعية عندنا الاقسام السبعة بيشتغلوا مع الاطفال من اول ما بيدخلوا من اول يوم بيدخلوا فيه الجمعية. ايه هم الاقسام السبعة برضو عشان الناس تاخد فكرة؟ علاج طبيعي، تنمية مهارات، دعم نفسي، دعم اكاديمي، علاج وظائفي، تكامل حسي، كل ده طبعا مع اطباء متخصصين. طبعا طبعا كلهم اساتذه وناس على قدر كبير ومن الخبره ومن العلم ومجهود كبير وتقييمات كل 3 شهور الطفل بنشوفه وصل لفين وايه التقدم اللي احرزه. والاطفال اللي بتقدم تقدمات عاليه طبعا وبيقدموا تطورات عاليه بيبقى ليهم جوائز. انا عارف ان بطبيعه الحال كل كيس وليها ظروفها وملابساتها. بس هل في متوسط زمني لمده بتستغرقها رحله علاج اي طفل او طفله في الجمعيه عندكم ولا على حسب الحاله بالكامل الموضوع مبني؟ على حسب الحاله وعلى حسب مجهودات الام كمان مع الحاله.
يعني في امهات بيبقى مجهودها على قد الجلسات بس، في امهات تانية بتروح تعمل شغل كمان جنب اللي احنا بنعمله في المركز في الجمعية عندنا، هي كمان بتشتغل معاه في البيت. دي نقطة برضو هنرجع فيها لأم ملك لو تسمحوا لنا، بس الأول نشوف التقرير ده ونرجع نسأل حضرتك بقى على البيت، بتعملي إيه في البيت ويومك في البيت عامل إزاي؟ نشوف بس ونرجع نبتدي نتكلم. اتفضل. ألف ميت مليون تحية لكل إيد اتمدت ليا، وحست الألم اللي فيا لعين في عز فرحها بيا، مش سعادة دمعت. ألف شكر ليك ياما اديتي قلب صبرك، نفسي انطق اقول بحبك، نفسي اجري لحد حضنك، بس ادعيلي قربت. كل حاجة بتعملوها بالنسبة لي نور حياة، لو مساعدة ولو بكلمة او بنظرة عطف حلوة، وجودكوا جنبي سند وقوة عشان اكمل حلم كنت فاكره تاني. واحد نور الحياة خير سند. رجعنا بقى عشان نعرف من حضرتك يومك عامل ازاي مع ملك في البيت. احنا بيبقى بداية اليوم بتروح مدرستها، ويوم العلاج الطبيعي بنخلصه الدراسة، بعد كده باخدها بنروح الجلسة بتاعتها بتخلص، بعد كده بنرجعه البيت بتروح في درس بتاخده، بعد الدرس بقى في البيت مع نفسينا بنكمل بقية الجلسة، يعني ايه بنشوفه اللي اخدناه ايه بنطبقه في البيت زي اكنه واجب برضه كده. زي اكنه واجب تمارين. طيب معايا انا عايز من حضرتك رسالة توجهيها لكل ام بصفة خاصة ربنا انعم عليها بطفل او بطفله من ذوي القدرات الخاصه او من اصحاب العلم، تقول لهم ايه عن تجربه ومن واقع رحله طويله جدا اكيد مليانه شقاء ومعاناه؟ طبعاً طبعاً. تقول لهم ايه؟ والله ربنا انعم عليكي بطفل ملهوش زي نعمه عندك في البيت، مش يعني حاجه كبيره جدا مش هتقدري تعوضيها، وربنا هيجازيكي خير على اللي انت بتعمليه، ما تستنيش الاجر من الناس، لا استني الاجر من عند ربنا، لان الاجر اللي انت بتعمليه ابنك بيحصده بعد كده، فبيقول ده تعب امي، ده امي هي اللي عملت معايا كده، امي هي اللي سندتني، امي هي اللي وقفت. الام في الظرف الاستثنائي اللي احنا بنتكلم عليه مش مجرد ام والسلامه، احنا بنتكلم على بطله بالمعنى الحرفي للكلمه. ما هي بتبقى يعني هي سند ليه طبعا، وثبات انفعالي وصلابه وقدره على التحمل، لازم يكون هو من غيره هو ولا حاجه. صحيح. يعني من غير الام بالنسبه للطفل اللي طبعًا هو ذوي احتياجات ولا حاجه، لان لو كانت الام عندها العزيمه ان هي تخلي ابنها او بنتها حاجه بتبقى حاجه. على ذكر الاحتياجات، يا ترى الجمعيه عندكم ايه الاحتياجات اللي شبه ثابته دايما بتحتاجوها، والناس تقدر تدعم نشاطاتكم الجميله دي ازاي؟ هل بيكون الدعم فقط مادي ولا في اشكال تانية من اشكال الدعم؟ في طبعا اشكال تانية. زي يعني ممكن يقدموا لنا الادويه اللي احنا بنحتاجها، ممكن يقدموا لنا الجبائر الاطفال بتحتاجها، ممكن لو في دكاتره قادرين ان هم يساهموا معانا، يعني يقوموا هم بالعمليات، دكاتره المخ والاعصاب، دكاتره العظام. انتوا بتحتاجوا تعملوا عمليات في بعض الاحيان؟ احنا تقريبا بمعدل كل شهر، يعني احنا هنتكلم مثلا عن فرع اسكندريه مثلا، بمعدل كل شهر لينا عمليتين تقريبا بنحتاجهم. العمليات عمليات في يعني في اطفال بتحتاج تركب اجهزه في المخ، جهاز زي جهاز شنط كده بيشفط الميه اللي بتبقى موجوده في المخ. في اطفال كتير بنحتاج نركبه لهم، اللي هم الاطفال اللي بيبقى عندهم، يعني لو الناس ما عندهاش خلفيه، اللي بيبقى عندهم زي ميه على المخ، بتبقى راس حجم الراس بيبقى كبير قوي. الجهاز ده لما بيتركب بيبدا حجم الراس ياخد، بيبقى قريب من الحجم الطبيعي.
الجهاز ده بيبقى معاهم على طول، بيبقى يعني بيبقى معاهم على طول، بس بعد فتره من الوقت لازم بيتغير، لان الجهاز بيبقى بخرطوم متوصل للمعده عشان بيصرف الميه دي. فبعد وقت طبيعي الطفل بيطول وبيكبر طبعا، فبيحتاج ان الجهاز ده يتغير. بنحتاج عمليات في العظام، بيبقى في اطفال مثلا من الشد، لان بيبقى عندهم زي شد في جسمهم، بيحصل لهم خلع في الكتف، خلع في الحوض، بيبقى محتاجين عمليات. بتبقى طبعا الموضوع بيبقى مؤلم جدا للاطفال، فبنبقى محتاجين عمليات. دي بتبقى على وجه السرعه، فطبعا العمليات دي بتبقى مهمه وبتبقى مكلفه جدا. فطبعا لو في حد قادر ان هو يتبرع معانا، لو بتمن العمليه او بان هو يشيل العمليه، يعني احنا مش محتاج، يعني مش عايزين تقريبا متوسط التكلفه برضو بتاعه العمليه الواحده بتكون قد ايه؟ يعني من خمسة، من باب العلم بالشيء عشان برضو لو في حد بيتفرج علينا حابب يساهم. يعني في عمليات بتوصل من 30 معاك ل 65,000، فبتبقى تكلفه طبعا عاليه جدا. وطبعا بالتالي عاليه جدا على هل صدفت عندكم في الجمعيه ان في حاله، كيس من الكيسز، كان اهل الحاله دي مقتدرين فحبوا يتحملوا تكلفه ناس تانيين موجودين عندكم في الجمعيه؟ بالفعل فعلا احنا عندنا كان في يعني طفل كان بيجي ياخد معانا في الجمعيه جلسات وكده، جه في الفتره الاخيره وفتره يمكن من 3 شهور كده، ووالده ووالدته قالوا احنا عايزين يعني جنب الجلسات بتاعت ابننا نكفل جلسات حالتين كمان. ربنا يكرمهم. وحصل ده طبعا ده كرم كبير طبعا منهم. هم شافوا اللي الجمعيه بتقدمه والخير اللي الجمعيه بتقدمه للاطفال والحاجات اللي بتتقدم وتطور طفلهم، اكيد لمسوا تطور ابنهم معانا، فعشان كده حبوا يساعدوا. انا اعتقد ان التطور ده في حد ذاته ابو ملك ممكن يكون هو يعني هو العنصر الرئيسي في القضاء على اي مشاعر ياس او انهزاميه ممكن تنتاب الام في رحله علاج ابنها او بنتها. اكيد احنا ما بنخش المركز، احنا بنخش بيتنا التاني. يعني انا لما بدخل المركز هناك بالنسبه لي بخش بيتي التاني طبعا، فبحس ان انا اول ما بخش بحس ان بنتي في وجه اختلاف خالص، ان انا بحس ان انا داخله طبعا بنقابل سلبيات بره. طبعا الناس بتتكلم ويقولوا انت كل شويه شايلاها ورايحه بيها، هي كل شويه شايلاها ورايحه بيها الجلسه. لا طب ما هي خليها بقى، ما هي هتفضل كده، مش ما فيش جديد. فلما بنروح بيدونا امل اكيد، فلما بنشوفه في تطورات مع الوقت وبنشوفه ان في أسوأ من حالات عيالنا، فبيبقى في امل بالنسبه لنا ان اللي جاي بيبقى احسن لاطفالنا. يعني بيبقى حاجات طبعا كويسه بالنسبه للطفل، بالنسبه للعلاج طبيعي، بالنسبه لتنميه مهارات، بالنسبه لتخاطب اكاديمي، الحاجات دي كلها، التكامل الحسي، الحاجات دي كلها بتفرق كتير قوي قوي يعني مع الطفل. طيب خلينا نقف وقفه هنا ونرجع مره ثانيه نكمل الكلام. اتفضل. يا مالك، قبل ما الوقت بقى يخلص مننا عايزينك تقولي كلمه للناس اللي بيتفرجوا علينا، تحبي تقولي لهم ايه عن جمعيه واحد نور الحياه؟ وصفي لهم كده المكان عامل ازاي. بشكر نور الحياه الصراحه، والمكان من اول ما دخلت فيه حبيته. جميل جميل. ربنا يبارك لك فيها يا ام ملك ويتم شفاها يا رب على خير، ويفرحك بيها وتشوفيها احلى عروسه في الدنيا. وانت كالعاده ام بطله وصلبه، ربنا يديمها عليكي نعمه الصلابه والثبات الانفعالي اللي نورتونا وشرفتونا. استاذه امينه شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا النهارده، وان شاء الله يعني نلتقي مرات ومرات ونتكلم عن المزيد والمزيد من النجاحات والانجازات باذن الرحمن. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل مع حضراتكم. اتفضل.
يا اهلا بحضراتكم عوده من جديد لطاقه نور، والفقره دي هتنورني من خلالها الدكتوره هبه ياسر المستشار الطبي لشركه AMD اللي هتكلمنا عن موضوع في منتهى الاهميه، هو مهم للكل ولكن اعتقد انه هيكون مهم بصفه خاصه للسيدات وخصوصا العائدات من الساحل الشمالي وما شابه، واللي كانوا مقضيين وقت طويل بقى تحت اشعه الشمس والتان الى اخره. اولا منورانا، سعيد بوجود حضرتك معانا. اهلا بيك. اهلا بيك حضرتك. بقى طبعا ست العارفين، يعني المصايف بصفه خاصه بيبقى فيها ناس كتير قوي بتهتم بحته ان هم ياخدوا تان، والموضوع ده ساعات بيعمل نتيجه عكسيه تماما، وفي ناس بتوصل معاهم لمراحل من الحروق في بعض الاحيان بالظبط عشان بيعملوا حاجات غلط فعلا. طب ما فرصه بقى نعرفهم ايه الغلط، وبعد كده يعني حضرتك خدينا بقى في الكلام، احنا خلاص الصيف كل سنه وانت طيب، دخلت الشتاء برضو ليها انعكاسات على البشره، وفي كتير من السيدات بيهتموا قوي بالتفصيله دي. اكيد ستات ورجاله، بس طبعا الستات اكتر كتير. احنا بعد المصايف زي ما حضرتك قلت كده ودخلنا بالشتاء بنعاني من كذا حاجه. اول حاجه الجفاف اللي سببه طبعا البحر وحمامات السباحه طبعاً، والشمس الحارقه اللي احنا بنقول فيها، واستخدام منتجات غلط كتير علشان ناخد التان اللي حضرتك حكيت عنه، وكمان التصبغات والبقع الغامقه وعدم توحد لون البشره، وده بيضايقهم جدا بعد المصيف طبعاً. يعني هما بيجروا ان هما ياخدوا التان وبعد كده بيتضايقوا، فاحنا بالظبط فاحنا عندنا مشاكل كتيره جدا عايزين حلول ليها، والحلول تبقى حلول صح وحلول جذرية من خلال منتجات مرخصة ومسجلة من وزارة الصحة. ده مهم جدا، لان في ناس بتلجأ ان هي تروح تجيب اي منتجات من على السوشيال ميديا او جارتي جربت كذا او اي حاجة، وده بيبقى له نتيجة عكسية ونتيجة غلط، نقدر يعني تعمل لنا مشاكل اكتر من المشكلة الاساسية. يعني الكلام ده زي الادوية، ما ينفعش ننصح بعض بيها، لازم نكون بناء على توجيهات طبيب. طبعا احنا دلوقتي عندنا طريقين لاي مشكلة صحية، العيادة والصيدلية. ما عندناش طريق ثالث، ما عندناش ان احنا ناخد راي حد او ان احنا نجيب منتجات مجهولة المصدر. ده اللي عملته شركة AMD من خلال بروش كريم. طب بروش كريم ده بيعالج ايه بقى المشاكل اللي احنا بنواجهها او المشاكل اللي بيواجهها البشرة؟ اهم حاجة الجفاف. احنا عايزين نرطب الجلد. الجفاف بيسبب غمقان، بيسبب حكة، بيسبب التهاب، وبيخلي الناس متضايقة من اللي نقدر نقول كده بالعامية القشف اللي بيكون موجود على الجلد ده. طيب بروش كريم فيه حاجتين، البانثينول والجليسرين. الجليسرين اللي كان زمان مامهاتنا وجداتنا بيجيبوه ويستخدموه علشان يرطب البشره، والبانثينول كمان في ستات بتلجأ ان هي تروح تجيب منتجات بانثينول خاصه علشان خاطر الترطيب. بروش كريم فيه اول مكونين البانثينول والجليسرين، بيعملوا زي عازل ما بين البشره وما بين الجو الخارجي، يعني يمنع ان البشره تفقد الرطوبه اللي فيها، وكمان يمنع تاثير العوامل الخارجيه على البشره. ما بيقفلش في النص بقى المسام؟ لا ما بيقفلش، لان هو كريم بيز اساسه كريم بيمتص بصوره كبيره جدا، بينفع كل انواع البشره وما بيسيبش طبقه دهنيه، وده ميزه كبيره جدا فيه. الى جانب زي ما بقول اهم حاجه ان انا بروح اجيبه من على رف صيدليه، يعني مسجل ومرخص من وزاره الصحه، فكل حاجه محطوطه بمعايير سليمه تحت الامبريلا بتاعه وزاره الصحه. ومنتجات امنه في نهايه المطاف. طبعا طبعا، وكله مكونات طبيعيه. فاول حاجه، اول مشكله اللي احنا راجعين بيها زي ما حضرتك بتقول من المصايف وهنقابل الجو البرد، وهو اللي هنعالجه بوجود البانثينول والجليسرين اللي موجودين في بروش كريم. تاني حاجه بقى حضرتك قلتها، المشكله اللي بتضايق الكل، عدم توحد لون البشره، التصبغات، البقع الغامقه، الكلف اللي بيظهر ان ممكن ايدي لون وجسمي لون، وشي لون وورا الطرحه لون، او جسمي مش متوحد لون البشره، ده بيضايق ناس كتيره جدا. عالجوه ازاي في بروش كريم؟ بحاجتين، خلاصه الهرقسوس وحمض الكوجيك. حمض الكوجيك وخلاصه الهرقسوس فايدتهم ان هم بيعملوا على توحد لون البشره، بيقلل كتير جدا من التصبغات او الجلد لما يكون غامق، او ان يبقى فيه جزئين في الجلد لونهم مش زي بعض، الكلف اللي بيضايق طبعا ستات كتيره جدا. خلاصه الهرقسوس والكوجيك اسيد بيزيلوا اثار التصبغات والبقع الغامقه. انا اسف في السؤال، سامحيني لجهلي لان انا بعيد كل البعد بطبيعه الحال عن النوع ده من الامور، ومش من الناس اللي بتهتم ببشرتها اكيد بطبيعه الحال. لا لازم نهتم. لا ده انا ضايع يا دكتوره، بحكي لك بعد الحال. لا ما اصل مش الشمس بس اللي بتاثر، الاضاءات اسوأ من طبعا الشمس. طبعا بالزبط. لا بس وقفت عند الكلف. الكلف ده اللي هو ايه؟ معلش انا شخصيا كلف الحمل ده بيظهر لاغلب السيدات اثناء فتره الحمل، بيسبب لها زي جزء كده غامق في الجلد، في قطع في اجزاء متفرقه من جسمها، بيضايقها، هو بيروح بعد الحمل لكن بيروح باستخدام منتجات صح، وفي ستات بيستمر معاها لفتره طويله. بس هو ما بيجيش غير بموجب الحمل. هو عشان كده اسمه كلف الحمل. وده بيضايق سيدات كتيره جدا. طب خلاصه الهرقسوس والكوجيك اسيد او حمض الكوجيك بيزيلوا
حاجة تانية كمان مهمة جدا، آثار الحبوب والندبات والجروح بتسيب برضو بقع غامقة. يعني اللي عنده مثلا لو جينا نتكلم في مرحلة المراهقة، أغلب الولاد والبنات آثار حب الشباب خصوصا أنهم بيقعدوا يلعبوا في الحبوب فبتسيب بقع. الكوجيك أسيد ده أو حمض الكوجيك مع خلاصة الهرقسوس بيقلل جدا من التصبغات والبقع الغامقة في كتافهم في وشهم في أي حتة من جسمهم. ساعات ما تبقاش مجرد بقع قد ما بتحسيها حفر كمان. طيب احنا دلوقتي عالجنا الحفر بقى البقع بالخلاصة الهرقسوس وحمض الكوجيك، موضوع بقى الحفر اللي حضرتك تحكي فيها أو الندبات أو المشكلة الأكبر وهي عوامل التقدم في السن والكرمشة والتجاعيد، كل الحاجات اللي بتسيب آثار في البشرة هنعالجها في بروش كريم بإيه؟ بوجود الكولاجين والإلاستين. الكولاجين حتى التجاعيد بالظبط. الكولاجين ده بروتين طبيعي موجود في جسمنا، بيفرز عادي جدا، بيبقى موجود في الاوتار في العضلات في الجلد عشان يدي النضاره وان البشره تبقى مشدوده. طيب من سن العشرينات بيبدا يقل افرازه فبيبدا يظهر علامات التقدم في السن. هتقولوا في العشرينات يعني احدث الابحاث بتقول ان التجاعيد بتظهر من 20 ل 22 سنه، يعني في العشرينات ممكن يظهر بالظبط لان الكولاجين بيقل افرازه. مثلا لو قلنا في العشرينات بنسبه 10%، في الثلاثينات اكتر وهكذا. فانا عايزه اعوض الكولاجين اللي انا بفقده ده. اعوضه ازاي؟ اعوضه عن طريق ان انا استخدم منتج او مستحضر زي بروش كريم اللي فيه نسبه من الكولاجين والالاستين، لما استخدمه على جلدي هيبقى موجه مباشره للجلد، يبدا الجلد يمتصه ويعوض الكولاجين اللي انا فقدته، فيبدا يعبي بقى الاجزاء اللي هي عامله تجاعيد والكرمشه ويغذي الجلد مره ثانيه علشان يظهر في صوره جلد صحي وفيه نضاره وحيويه. واحافظ بقى على فرق السنين، يعني انا عايزه لما يبقى عندي 40 اظهر عندي 30، لما يبقى عندي 50 اظهر عندي 40. فالمحافظه دي بتبدا برضو عايزينها تبقى روتين حياه، يعني من البنت وهي عندها 16 و15 و18 انا عايزاها تهتم ببشرتها، بتعمل زي رصيد ليها قدام زي ما بنقول كده بنك الصحه والجمال، تخزن في البنك ده عشان تلاقي الكلام ده قدام لما تبدا هي تغذي بشرتها ويبقى روتين الحياه عندها ان هي تستخدم منتج زي بروش غني بالكولاجين والالاستين، هتحافظ على نفسها قدام وتحافظ على فرق السنوات اللي انا بقول عليها، والكولاجين اللي تفقده تبدا تعوضه مره ثانيه. احنا واحنا بنتكلم شايفين حتى على الشاشه دي صفحتكم اللي على الفيسبوك مش كده برضو؟ تمام. هي مش صفحه للبيع، هي اي استفسار في فريق طبي طبعا بيروح والناس يقدروا يتواصلوا مع حضراتكم من خلال اي استفسار، لكن طبعا المنتج موجود على رفوف الصيدليات زي ما بقول، هو مرخص ومسجل فموجود في الصيدليات. اوكي، ومعظم الريفيوز اللي بتجيلكم يعني ايه الكلام اللي قاسم مشترك بين معظم الفيديوهات اللي الناس بتبعتها لكم؟ في طبعا الناس اللي بتلتزم باللي احنا بنقوله انها بتستخدم الكريم لفتره ما تقلش طبعا، يعني العبوه هي 60 جرام لو استخدمته مره الصبح ومره بالليل فبتقضي حوالي شهر، بعد الشهر ده يبدا ان هو يلاقي فعلا التصبغات قلت، الجلد بدا يبقى فيه نضاره، الجلد بدا يبقى مش جاف زي ما هو كان بيشتكي من الاول، طبعا بيبقى النتيجه دي بتخليهم مبسوطين جدا وبتشجعهم ان هم يستمروا مره ثانيه. انا كنت فاكر ان موضوع الكرمشات والنوع ده من امور حله او علاجه الوحيد عمليات الشد اللي بنسمع عنهم او الترهلات اللي بتحصل، التدخلات الجراحيه. انا مش عايزه ان احنا نلجا للتدخلات دي بدري، لان في ناس من كتر اهمالها للبشره بتلاقيهم ان هم في العشرينات وبتستغرب ان ده بشره حد في العشرينات فيها تجاعيد وفيها كرمشه كبيره جدا. لا، اهتمامه بالبشره غير طبعا الاهتمام من الداخل اللي هو الاكل الصحي وشرب الميه والحاجات دي، لا انا عايزاه يهتم كمان بالمنتجات. في ناس بتستخدم منتجات بصوره عشوائيه، لكن لما بقول ان بروش كريم اول حاجه في ترطيب لوجود البانثينول والجليسرين، ثاني حاجه ان هو بيحافظ على ان انا احافظ على جلدي من علامات التقدم في العمر لوجود الكولاجين والالاستين، التصبغات وعدم توحد لون البشرة لوجود الكوجيك أسيد وخلاصة الهرقسوس. الحاجة الرابعة والمهمة جدا اللي بنسمع عنها دايما مضادات الأكسدة، دايما يقول لك ايه كل الحاجات دي فيها مضادات أكسدة، اشتري الحاجات اللي فيها مضادات أكسدة. احنا جلدنا معرض لشوارد حرة اللي موجودة حوالينا نتيجة عوادم العربيات، الإضاءات، الموبايلات اللي بتطلع الإضاءات بالضبط، الأشعة بتاعتها، الأكل الغير صحي، التدخين، كل الحاجات دي بتعود بالسلب على بشرتنا وعلى صحتنا العامة. فيقول دايما كل الأكل اللي فيه مضادات أكسدة، خد كبسولات فيتامين اي وفيتامين اي. طب بروش كريم فيه ثلاث حاجات، فيه فيتامين اي و A و C، الثلاث فيتامينات دول بيعملوا كمضادات أكسدة.
يعني بيدي الجسم حمايه من العوامل الخارجيه اللي انا بقول عليها. دي خاصيه عند الثلاث الفيتامينات دول بالظبط كده. حاجه ثانيه بيدي فيتامين سي اللي هو الجوكر، بينور البشره وبيفتح البشره وبيزود من تدفق الدم في الشعرات الدمويه، فبيخلي البشره زي ما الناس بتدور عليها بشره البيبي. بدل ما بيلجأوا البنات لما يسمى التقشير الكيماوي ويروحوا يجيبوا منتجات عشان تقشر الطبقه الخارجيه من الجلد عشان يحصلوا على البشره او الطبقه الثانيه اللي هي ناعمه، لا، استخدمي المنتجات الصح هتحميكي من عمليات التقشير المتكررة دي. فالثلاث فيتامينات دول، والتقشير ده عادي كده احنا بنتكلم عنه للاسف ما بقوش حتى بيروحوا العيادات، لان طبعا بيتعمل في العيادات لحالات معينه بطريقه تقشير، يعني بمعنى ان في طبقه كامله من الجلد ماتت، الخلايا ماتت لان الخليه ليها عمر افتراضي فبتبقى ماتت، فبيروح العياده المفروض الدكتور بما انه متخصص هو اللي بيقشر له بالطريقه الصح. دلوقتي نتيجه برضو انتشار الوصفات على السوشيال ميديا فبداوا البنات يلجأوا لعمليات التقشير ويستسهلوها. انا مش عايزاهم بقى يقشروا خالص، لا، انا عايزاهم يستخدموا الكريمات الغنية بالفيتامينات تغذي البشرة، تزود من عمر الخلية بدل ما الخلية تشيخ وتموت بدري. لا، أنا عايزة عمر الخلية يزيد علشان خاطر يخلي دايما الجلد نضر ويخلي الجلد فيه صحة وحيوية. فده رابع حاجة اللي هو وجود الفيتامينات A و E و C. فكده أعتقد غطينا أغلب المشاكل اللي ستات ورجالة بيشتكوا منها، خصوصا أنه هو مش للستات بس، ده مستحضر طبي، مستحضر علاجي. انا مش قادر اقول لحضرتك، انا يعني بكلامي معاك انت فاجئتيني بان انا الى اي درجه مش عايش في الدنيا، وفي حاجات كتير بسمع عنها معانا ومستغربها جدا والله يا دكتوره. موضوع زي التقشير ده وده عادي يعني؟ مش غلط على للاسف. ما عشان كده بقول انتوا ليكوا، اي حد ليه طريقين للعلاج، العياده والصيدليه، والدكتور بيوجهه للصيدليه، لكن الوصفات والحاجات اللي مش صح هي دي اللي بتؤدي للمشاكل اللي قدام. فدول الطريقين اللي لازم نسلكهم في اي مشكله صحيه. يعني اعتقد ان حوارنا مع حضرتك النهارده كان مفيد جدا لكل الناس، يعني فعلا مش بس بقى ستات، ده لا كل الاعمار، صالح لكل الاعمار. جميل، نورتينا وشرفتينا دكتوره هبه ياسر المستشار الطبي لشركه AMD. جزيل الشكر لحضرتك لوجودك معانا. اتمنى تكونوا حضراتكم استفدتوا من هذا الحوار، وما عنديش شك ان انتوا اكيد استفدتوا منه. ان شاء الله نشوفكم على خير في يوم. Thank you.